راديو دبنجة يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة. الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان. أعزائي المستمعين في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة، ومواصلة للحلقة السابقة في برنامج الكنداكة واللي كان خصصناه لكريمات تبييض البشرة والمخاطر الصحية جراء ذلك. سعيدين اليوم باستضافة دكتورة رجاء محمد علي، اختصاصي الطب النفسي وعلاج إدمان الكحول والمخدرات، والتي تعمل في إحدى المراكز المتخصصة في علاج الطب النفسي والإدمان في بريطانيا. مرحبا بك يا دكتورة، ومؤكد يعني الجانب النفسي أيضا مهم في علاج استخدام كريمات تبييض البشرة. وبداية يعني لماذا السيدات أو الآنسات يعني مهتمات بتبييض البشرة، وخاصة أنه الأمر ده انتشر بصورة كبيرة يعني رغم الخطورة الصحية؟ هل في تقديرك يعني في أزمة يعني بتاعت صغة بالنفس، أو في جوانب نفسية في الموضوع يعني من وجهة نظرك أم ماذا؟ السلام عليكم مستمعي برنامج الكنداكة براديو دبنجة، سعيدة أكون بينكم ومرحب بكم. تحياتي للأستاذة هنادي عثمان، يشرفني أنه أتحاور معها في موضوع مهم. أتمنى الناس كلها تكون بخير في ظل الجانحة الحاصلة دي، وابقوا طيبين. مرحب بك. أيوة والله، هذا موضوع مهم جدا وخطره كبير جدا على المدى البعيد، وللأسف حاصل وبيحصل بأشكال مختلفة. فهنبدأ بأن نعرف الجمال ذاته، شنو هي الفكرة بتاعت الجمال؟ بنلاحظ أن الفكرة هي ذاتها مجتمعية، يعني المجتمع بيحدد تصور محدد للجمال، والناس بتبدأ بتقلد في بعض التصور ذاته، يعني بيبقى زي الاحتقاد، إنه الناس بتحتقد مواصفات محددة. ولو جينا لاحظنا بنلاقي إنه المواصفات دي قاعدة تتغير تاريخيا، قاعدة تتغير بشكل تدريجي، اللي هو قاعد يكون فيها وعي بالآثار. يعني إذا ابتدينا إنه مثلا قبل قرن من أسا كان في الجمال كان عبارة عن الشلوخ في الخدود أو دق الشلوفة، كان الناس بيعتبروها جمال رغم الأذى اللي بيتم فيها، رغم الالتهابات اللي بتتم، رغم إنها هي بتعمل يعني بتأذي الأعصاب بتاعت المنطقة وبتفقد الإحساس. فتدريجيا الناس بدأت توعى، وعشان يتخلصوا من الحاجة كان ما كانت حاجة سهلة. يعني المرأة اشتغلت، المجتمع كله بدأ يتعافى من الحاجة بشكل تدريجي، التوعية كان عندها دور فيها. للتفاجأ بأنه الناس بدأت تمشي في الاتجاه بتاع اللون، اللي هو ما احنا نقدر نقول تبويض، لأنه هي المشكلة عالمية، ما مشكلة في السودان بس. النساء السود عايزين يبقوا بيوض، والنساء البيوض عايزين يبقوا سود، اللي هو لو لاحظنا في أوروبا وأمريكا تلاقي الدكاكين فيها كريمات تسمير وكريمات تبييض، وتخلص الأزمة الاجتماعية اللي هي وفقا لأنه في رصيد مجتمعي، اللون هو الجمال يعني، أو اللون في مجتمع محدد. يعني مثلا الصينيين ما عندهم أزمة لون، عندهم أزمة حجم. مثلا تذكروا أنه مثلا المرأة مفروض تكون القدم بتاعها حجم صغير مثلا. يعني أي مجتمع بتكون فيه ثقافة محددة، والناس بعد ذلك بيختنعوا أنه ده هو الجمال. يعني المسببات للحاجة دي، رغم الأستاذة ذكرت إنه عندها مشاكل كبيرة صحية، لكن هي الأسباب بتاعتها معقدة جدا، اللي هي بتبدأ من اقتناع المجتمع ذاته بإنه الصفة المحددة دي هي صفة جمال. يعني في كثير من الدراسات تمت في أمريكا للسود، الأمريكان السود، نعم، كانت النتاج بتاع البحث بيقول إنه القصة عندها علاقة بالمستعمر، أو عندها علاقة بالسيد. لما كانت الفترة تحت الرقيق كانت بيجوا بياخدوا الناس من أفريقيا بيسترقوهم، أو عندنا نحن في دول أفريقيا الناس اللي بعد ذاك بعد الرقيق اللي هي جات الفكرة تحت الاستعمار، بقى زي كأنه الرجل الأبيض هو النموذج للحياة الجميلة، بالتالي بقى إرث بتاع إنه اللون الأبيض لون جميل. يعني لو نرجع قبل 200 سنة من أسا ما كان في الظاهرة دي، كانت في ظاهرة قبلية، مواصفات الجمال بيعتبروا أي قبيلة بتشوف روعة جميلة مو بتتزاوج من القبيلة الثانية.
لما بدأ يظهر المستعمر بدأ تظهر أزمة اللون، إن المستعمر ده هو السيد وهو الحاجات كلها كويسة، بالتالي اللون الكويس اللون الأبيض هو اللون الزول الكويس. يعني لما نتعمق الإحساس جوا الزول بيبقى في أزمة أنا لازم أعالجها، يعني إنه أنا أزمتي إنه أنا أسود، يعني دي أدب إرث التاريخي للحاجة. بعد ذلك بتجي العوامل الأخرى اللي هي لما المجتمع يقتنع بالحاجة بيعمل ضغوط على المرأة في إنها تقوم تجاريه. يعني الضغوط دي بتجي في شكل انه الناس بتلاحظ مع بعض انه مثلا الزول اللون ابيض بتزوج اسرع، بتكون اكثر اثاره، بتكون اكثر جاذبيه، الناس بتكون معجبه بها اكثر. ولو جينا تابعنا في السوشيال ميديا نلقى الناس اللي بيطلع عملوا طلبات زواج تلاقي واحده من المواصفات بيضه قمحيه ما سمره شديد لما يخجل. يعني فالملاحظات الصغيره دي بتبني رصيد زياده جوا المراه إنه هي من الأفضل تكون باعتبار أي بني آدم أو أي إنسان عايز يكون أفضل. يعني بدل ما المواصفات الأفضل هي الطبيب فأنا حاجة عينه أعملها. في أزمة تانية حقيقية اللي هي عندها علاقة بالطفولة، من لحظة يولد البيت بيجوا بعينه يجاوب علي ما لا سودة كده، بنتك قبيحة، بنتك شينة، بنتك سودة، بنتك دي غايته ما تزال بعرس عليه. العبارات الصغيرة صغيرة السلبية دي بتترسخ في داخل أعماق الطفلة وبتبقى بعد ذلك هدفها الأساسي في حياتها إنها تكون بيضاء. يعني من خلال كلامك ده نقدر نقول إنه المجتمع له دور كبير في المسببات الحاصلة دي، ما بشكل ظاهر، بشكل نقدر نقول عليهم مغلف، لانه اي زول لو دخل قاعد مع نفسه او قاعد يتكلم مع شخص اخر ما بيقدر يقول الكلام ده بوضوح. لكن السلوك بماشي في الاتجاه ده. لكن لو مسكنا اي اثنين قعدنا سالناهم انتم عندكم مشكله مع اللون الاسود بيقول لك لا، لكن لما يجي يتزوج حيفش له زول لون ابيض وتمشي تبيض لونه عشان تتزوج، دي نسبة مخيفة. مخيفة جدا، أيوة دي من الأسباب. ثاني أزمة تانية بتاع التصالح مع الذات اللي هي عندها علاقة بالمرأة وعيها الإنساني لأنها هي إنسان، ما شيء يعني ما عد يعني ما نحن مصيرنا مرتبط بين نحن نتزوج، يعني ما بيلدون عشان يتزوج. في حاجات كثيرة تانية ده ممكن يقدمها في الدنيا، لكن لما تكون حاصر إنسانيتك في الدور بتاع الأنثى ذاته قاعد يساهم في إنه تبقى متطلباتك في اتجاه الزواج مثلا يبقى في اتجاه لون أبيض. الزواج ما قاعد يكون هو السبب الأساسي، قاعد يكون واحد من الأسباب. باقي الأسباب اللي هي بسموها في علم النفس البير جروب اللي هي التفكير الجمعي، إنه مثلا الناس كلهم عاملين كده أنا أقلدهم بدون ما أشعر ألقى روحي بعمل. حتى لو لاحظنا نوع الكريمات اللي بتستعمل تلقى في كل حلة مثلا في كريم محدد الناس بيستعملوه أكثر. نعم. لأنه الفكرة فيها نوع من التقليد. في تاني ظاهرة بتاعت التعليقات السلبية اللي هي الفكرة بتاعت أنت وسخانة، يعني زي بيجي في معتقد إنه اللون الماء أبيض هو لون زول وسخان ما نظيف. فالحكاية بتكون بتأثر على الزول وبتحسسه إنه هو عايز يكون نظيف، لأنه ما في زول عايز يكون وسخان. بعد بتبدأ الحركة إنه خلاص اقتنعت بالفكرة دي، نتاج كل الضغوط دي، يعني أن صاحباتي كلهم بيعملوا في الحاجة دي، بدأت تحصل لك كمية من التعليقات السلبية، بديت في القصة. يلا هي دي الأزمة بعد ذلك بتبدأ، اللي هي القصة بتبدأ في شكل دائرة، لأنه معظم الكريمات اللي بتعمل أو المواد اللي بتاعت الطبييض اللي بتستعمل بتأثر على الميلانين وبتحديث خلينا من الآثار بتاعت البعيدة المدى. في آثار مؤقتة ممكن تكون إنه مثلا يبقى تصحي جلدي أو اللون يبقى أسود أو كده، وبعد ذلك الزول بيبقى بيعمل شنو؟ بيعمل بيعالج في الآثار، بيكون دخل في الدائرة خلاص بتاعت إنه بدأ بعد شوية الكريمة الفلانة عمل لي حبوب، خلاص أخذ الكريمة الفلانة عشان أروح الحبوب، الكريمة الفلانة يبقى لي جسمي أسود، وهكذا تبقى في شكل دائرة. يعني نعم. في حاجة نفسية تانية عندها علاقة بالموضوع اللي هي زي فكرة الإدمان، زي الإمراضية فكرة الإدمان. يعني أول ما زول يبدأ كريم بيقوم يكون لونه يفتح ويكون جميل ويبدأ الناس يعلقوا له تعليقات إيجابية، التعليقات السلبية دي كلها تروح، الثقة في النفس تزيد، الإحساس الحلو ده بيخلي الزول يعمل المزيد. اللي هي دي فكرة الإدمان، بيكون نحن بنفتش لأنه الدوبامين بتاعنا يعلى بإحساس حلو. يعني فالحاجة اللي بتجيب لي الإعجاب، بتجيب لي التعليقات الجميلة، تتحاز عليها أكتر، يعني بيخش الإدمان في الدائرة المواصل في الحقيقة. رغم علمنا بآثاره ورغم إنه بقى من تجربتنا إحنا عارفين آثاره، لكن الإدمان غادي يساهم. بعض الشخصيات اللي عندها وسواس، نعم، رغم إنه يعني في توعية كبيرة ضد المخاطر دي، يعني انتشرت، لكن التوعية ما فيش تتكسب بالتعقيدات اللي قلناها دي. يعني لما تقول خش في الدائرة بتاعتي إنه بدأت تجيني آثار، رغم إنه عارف إنه في أضرار، لكن في الآخر أنا ما خلاص شكلي بقى أقبح من الأول. نعم. في نظري يعني. نعم. فهقوم أزعل، يعني رغم التوعية بيكون الموضوع مستمر يعني. نعم. الناس عندهم الوسواس القهري برضو. نعم. ممكن الحالة تكون عندهم أكثر، لأنه تبدأ لهم جزء من المرض بتاعهم. في تاني مرض نفسي
اللي هو اسمه body dysmorphic disorder، اللي هو اضطراب بتخلي الزول حاسس انه عنده حاجه محدده ما جميله، وبيكون لدرجه الايمان بالحاجه دي يعني. وده اللي بلاحظه اكتر في الناس اللي بيمشوا بيعملوا عمليات وغيروا شكل الانف وكده. فممكن يكون في درجه منه عندها علاقه بفكره اللون برضو يعني، انه انا اذا ما قدرت اعمل الحاجه دي كنوع من الاضطراب يعني حيكون مصاب باكتئاب وقلق ومضاعفات يعني. فده ممكن يكون برضو عامل يخلي الناس يستمروا في انه بيعملوا في الحاجه رغم السوء يعني. طيب يا استاذه، قبل ما ننتقل لسؤال اخر نطلع فاصل ونواصل. عودة بعد الفاصل، ومرحب بضيفتنا في برنامج الكنداكة دكتورة رجاء محمد علي، طبيبة الأمراض النفسية والمتخصصة في الطب النفسي وعلاج إدمان المخدرات في إحدى مراكز إنجلترا للعلاج النفسي والإدمان. طيب يا دكتورة، يعني الفترة الماضية قامت العديد من المبادرات رفضا وتوعية بخطورة تبييض البشرة، يعني إلى أي مدى نجحت برأيك؟ عندي احصائيات، لكن بالنظره العامه افتكر انها ساهمت. مثلا الكريمات النوع السميه عاليه زي زمان، كان في ظاهره بتاعت معرفه الديانه، ما في كريمات بشعه كده. الظاهره دي قلت كثير، ومن السوشيال ميديا بقيت بلاحظ انه البنات بيجوا بيميلوا للمواد الطبيعيه، يعني بيجي في كميه من الجروبس يا بيوصفوا بالكركديه بالحلبه بمواد طبيعيه، اللي هو دي درجة بتاعت وعي. الظاهرة ظهرت في النص ساهمت في انه بيجي تكبر اكتر، افتكر هي ظاهرة الدكتورات اللي بدوا يعملوا شغل بتاع مركبات تجميل، لانه بيوحوا للناس انه الفكرة علمية، فدي ممكن تكون زادت العدد مقابل انه العدد قل هناك باتجاه التوعية يعني. طبعا مؤكد يعني هذه الممارسات بتسبب امراض وسرطانات، يعني في تقديرك ما هي الاليات اللي بتساهم في وقفها وبخلاف يعني المبادرات؟ والله هي الحاجة الأساسية هتكون هي التوعية يعني. نعم. التوعية بشكل أكثر تكثيفا من اللي بنعمله هسه. أسي أنت مثلا زي مجهودي ده جميل جدا، لأنه الراديو والتلفزيون هما الأجهزة اللي الناس بتسمعها أكثر. نعم. بتمزيد من التوعية في كل الأجهزة، الإعلام في الجرايد، والتوعية تكون بشكل يعني الناس ممكن تطور التوعية بشكل بتاع إنه كريمات محددة الناس تشيلها وتفحصها وتعمل لها وتوضح السمية بتاعتها بشكل علمي، بدل ما نقول كلام عام يعني. يعني نمسك المادة الفلانية ونفند أو نتكلم عن آثار الكيميائية بشكل علمي، ممكن يكون دي وسيلة أقوى يعني. بعد تكون أفكر تكون في قوانين برضه. نعم، يعني هل يمكن سن قوانين تجرم ذلك، ولا أنت بتفتكر إن هذه بتندرج في إطار الحرية الشخصية يعني؟ أيوة، عشان الزول يمارسها حرية شخصية، يعني الزول عنده شيء عقلية وعايز يعمل أي حاجة في جسده ما فيش حد بيقدر يمنعه،
اللي هي دي الحرية الشخصية من حقه يعمل، لكن الفكرة القوانين ممكن تستنى في الاتجاه بتاع البيعين، يعني الناس اللي بيبيعوا في المواد دي. وأعتقد كان في قانون زي ده في بعض الدول، في قوانين بتاع يعني المواد الما صالحة والمواد سمية عالية والمواد ما مرت بالأجهزة بتاعت حماية المستهلك تكون في قانون قوانين واضحة تحميها. يعني الناس اللي بيعملوا تركيبات بيضيفوا مواد كيميائية مع بعض اللي دي خطر عالي جدا، بتحس انه المواد بتتفاعل مع بعض ذاتها، بتكون في نعم قوانين جريمة. يعني تكون في دكاكين بتبيع كريمات تبييض، كريمات مرت بحماية المستهلك علميا مثبت في الناس حماية الصيدلة انها ما ضارة بقدر عالي، الآثار الجانبية مكتوبة فيها بشكل واضح. افتكر دي الحاجات ممكن تحمي يعني. لكن يعني رغم ذلك يعني في إصرار عجيب كده تلقيهم من قبل البعض، يعني إنهم مصرين يعني يعملوا في الحاجات دي. يعني دي نفسيا أنت بتصنفيها أو بتفنديها إلى أي فئة؟ وهو يعني احنا محتاجين نفند لو لاحظت الاسباب اللي بديناها من الاول، نفند القصه ذاتها من الاول بتاعت من الطفوله، التعليقات السالبه دي كلها احنا لو قدرنا تخلصنا منها، يكون في نقاش مع الشباب باستمرار في موضوع المواصفات والوجه، يعني فكره الجمال بنقدر نغيرها بانه يعني ان احنا تهدف كل السلبيات اللي قاعد تقود لانه المجتمع كله كده يقتنع بموضوع اللون. يعني بالنسبه للمواد الكيميائيه ذاتها المفروض يكون في بحث اعجاز، يعني انت الماده دي هي تتكون من شنو؟ ما هو اي اساس انه عشان نجيب دواء من الصيدليه، الدواء ده قاعد يكون فيه اثاره جانبيه صح؟ نعم الكريمات الحائمه دي ما في اثار جانبيه فيها مكتوبه، يعني يفترض الناس جزء من التوعيه اللي بتتم ذاتها انه انت ما تاخذي كريم انت ما مكتوب لك تفاصيله، على الاقل المركب الكيميائي بتاعه ذاته، فالنقاش ممكن يكون في الاتجاه ده. يعني انت هي الكريم ده هو بيتكون من شنو؟ طيب للدول العكس اناقش تقول ما بيعمل اثار جانبيه، مثلا الحين اللي بتعمل تدبير المؤخره والثدي وده معظمهم قاعد يكون بيحتوي على الستيرويد، طيب الستيرويد ده عنده كميات من الاضرار منها جانب المناعه، بيأثر على المناعه. بيأثر على المناعه، بيرفع الضغط، ممكن يعمل سكري، ممكن يعمل السمن اللي بيعمله ذاته، ممكن يعمل في حتات محدده ما يعمل في حتات ثانيه، بيغير لون الجلد، بيأثر على يعني عنده اثار جانبيه لا حصر لها، بيأثر على العظام، بيعمل اكتئاب، بيعمل امراض نفسيه، يعني عنده اثار جانبيه كبيره جدا. يعني زول اللي بيجي بيقول لك انا الكريم ده بيعيده كويس، وريني المركبات اللي جواه وشنو، عشان احنا نعرف ان المركبات دي عندها اثار ولا لا. التعبئه او العبوه يكون فيها المركبات الكيميائيه دي مكتوبه، يكون فيها الاثار الجانبيه مكتوبه، بعد ذلك انا اختار. ما انا ممكن اوافق رغم الاثار الجانبيه، ممكن اوافق، لكن نعم. قانونيا يفترض انه الحاجات اللي بتتباع بالصوره العشوائيه دي بتوقف، يكون في حاجه بتجرمها يعني. طيب يا دكتوره، كلمه اخيره بتوجهيها عبر برنامج الكنداكه وبتوصي بيها. حاجه بشكر هنادي جدا على اتاحت لي الفرصه دي، وبشكر راديو دبنجا، وانا من المعجبين بالفكره الاعلام التامي عن طريقه، ومبسوطة جدا انه اتيحت لي فرصة انه اقول حاجة. بتمنى الناس تبقى بخير وتحاول تعاين جوا داخلها وتتصالح مع نفسها، حاجات كثيرة هتتغير لما نتصالح مع نفسنا، لما نحب نفسنا عشان نفسنا ما عشان الآخرين يعجبوا بينا، هنعمل تغيير كبير جدا في حياتنا. نتساءل بدل التقليد، يعني في زول بيعمل في حاجة بدل ما أنا بس أمشي أقلده، أتساءل سؤال واحد، هو زول ده بيعمل في الحاجة دي ليه؟ هل أنا فعلا عايزة نفس الحاجة اللي عايزة الزول الثاني؟ هل المفروض أكون بجيبها الثانيين عشان يعجبوا بي؟ هل لازم يعجبوا بي عشان أكون سعيدة؟ التصالح مع الذات هي الفكرة الأساسية، التصالح مع الذات، والمرأة تغير نظرتها لنفسها إن أي إنسان قبل أي حاجة تانية. وبس حابة أضيف إنه الناس في فترة الجاني حديث، حابة بس أضيف إنه الناس يا ريت تقدر تلتزم وما تطلع إلا للضروريات، وتهتم بغسل الأيادي ولبس الكمامات، وتهتم بموضوع المسافة. المسافة دي هي أهم حاجة، المسافة بتاعت المترين، سلام بالأحضان والحاجات دي نحاول نوقفها، أي مشاوير ما لازم نوقفها. في حالات وفيات كثيرة في السودان، بتمنى إنه ربنا يرفع الوباء والناس كلها تكون بخير. ونحن أيضا يعني عبرك بنتمنى الخير وربنا يرفع الوباء والبلاء عن الناس كلها، وشكرا لك. وهذه كانت معنا أعزائي المستمعين في برنامج الكنداكة دكتورة رجاء محمد علي، اختصاص الطب النفسي وعلاج إدمان الكحول والمخدرات، والتي تعمل في إحدى المراكز المتخصصة للعلاج النفسي في بريطانيا. وكنت معكم أنا هنادي عثمان في الإعداد والتقديم، وإلى جديد الملتقى في الكنداك القادمة. أبقوا عافية. مر جميل فتان موجود مثل زمان، جميل فتان موجود
شكلك مثال سبحان منصور أسمر أسمر حبيبي يا أسمر يا ساحر المنظر أسمر أسمر حبيبي يا أسمر يا ساحر المطر فات حسنه كل حدود وشهاب عيون السود عليها بيبي جدا أسمر أسمر حبيبي يا أسمر مساء تطلبنا
يا أسمر يا ساحر أحمر يسدي الوجود يستعد طيور الأسمر الكنداكة. الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.